حقائب يد وجليد جاف، بدء أول عملية شحن كبيرة للقاح كورونا. فاوتشي يحذر من طفرة كبيرة في انتشار كورونا بالولايات المتحدة. واقعة غريبة، رضيع يحمل أجساما مضادة لكورونا. المزيد معنا في العربية صحة، فأهلا بكم. انطلقت أولى عمليات الشحن الكبيرة للقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع بايونتك الألمانية، ونقلت الدفعة الأولى من اللقاحات من بلجيكا إلى مدينة شيكاغو الأمريكية على متن رحلة طيران تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز. وصممت فايزر حاويات شحن خاصة بحجم حقيبة اليد تحمل حوالي 9 كيلوغرامات من الجليد الجاف للحفاظ على اللقاح في درجات حرارة مناسبة، إلا أن كمية الجليد الجاف التي يمكن لأي طائرة حملها لها معايير محددة تتعلق بالسلامة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، لأن هذه المادة يمكن أن تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، ما قد يؤدي إلى الاختناق في الأماكن سيئة التهوية. حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من طفرة كبيرة في انتشار فيروس كورونا بالبلاد، مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر. وشدد على ضرورة استعداد الأمريكيين لهذه الطفرة قائلاً: من شبه المؤكد إنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس بسبب الأمور المتعلقة بالسفر خلال أسبوعين أو 3 أسابيع. وأضاف فاوتشي خلال حديثه لCNN: لا نريد أن نخوف الناس أو نقلقهم، لكن هذا هو الواقع، مشيرا إلى اتجاه ينذر بالسوء مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ومزيد من حركة السفر في نهاية العام. في واقعة غريبة، أنجبت امرأة سنغافورية أصيبت بفيروس كورونا طفلاً تبين أنه يحمل أجساماً مضادة لفيروس كورونا. وأصيبت سيلين نيكتشين بالفيروس أثناء حملها، وبالتحديد في الأسبوع 10 بعد عودتها من رحلة في أوروبا. ومع الإجراءات اللازمة للاطمئنان على صحة الجنين، أثبتت التحاليل أن الطفل الرضيع يحمل أجساماً مضادة لكورونا. وأضاف أو أوضح الأطباء أن الجنين حصل على هذه الأجسام في فترة الحمل، مشيرين إلى أن انتقال عدوى الفيروس من الأم إلى الطفل لم تثبت بعد. في مفاجأة غير متوقعة، خلصت دراسات مخبرية إلى أن معجين الأسنان تحتوي على مواد تعمل على تحييد فيروس كورونا داخل الفم، وذلك بنسبة 99%، الأمر الذي يقلص من احتمال أن ينقل المصاب المرض العدوى إلى الآخرين. وقالت الدراسات إن معجين الأسنان تتضمن تركيبات الزنك المحتوي على مادة CPC والتي تقضي بضرورة شبه تامة على الفيروس في الفم. وتضمنت الدراسات المخبرية أن معجون الأسنان الجديد يقضي على كورونا بنسبة أكثر من 99% بعد دقيقتين من غسل الفم. وأظهر المعجون فعالية بعد 30 ثانية فقط من استخدامه.